الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات أما بعد فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق 3 أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى في بيان تحريم الهجران بين المسلمين والهجران هو التهاجر والتقاطع وأن يهجر المسلم أخاه ومن المعلوم أنه قد يحصل بسبب المصالح الدنيوية أو العلاقات التي تكون بين الإخوان قد يحصل بعض المواقف المؤذية أو المؤلمة أو نحو ذلك فتتوقف النفس ويقع مثل هذا التهاجر قد يقع بغض وأشياء من هذا القبيل فجاءت الشريعة بما يحقق دوام الأخوة وبقاء الرابطة رابطة الإيمان وأخوة الدين وهذا مطلب يجب أن يجعله كل مسلم نصب عينيه وأن يهتم له غاية الاهتمام وأن يكون في مجتمعه ساعيا في أن يحقق هذه الأخوة الإيمانية وأن يمتنها وأن يبتعد عن كل سبب يضعفها ويوهيها وأذن للمسلم في حدود 3 أيام فأقل أن يحصل من هجر لأخيه بسبب أمر من الأمور المغضبة أو المؤلمة له أو المواقف المزعجة أو التصرفات المشينة أو نحو ذلك فأذن له في حدود 3 أيام أن يهجر أخاه وهذا يتعلق بالأمور الشخصية تعلق بالأمور الشخصية والمصالح الدنيوية ونحو ذلك فهذا أذن فيه بالهجران في 3 أيام فأقل أذن للمسلم لأن بطبيعته يعني قد يحصل له ألم فتقف نفسه فأذن له في ذلك اليوم أو اليومين أو الثلاثة لا يزيد على ذلك لا يزيد على ذلك قد جاءت نصوص كثيرة في الوعيد على هذا الأمر في الوعيد على هذا الأمر مما يدل على أن الهجران إذا طال يعد من الكبائر يعد من الكبائر ومما يحاسب الله سبحانه وتعالى عليه العبد لأنه إخلال عظيم بالأخوة الإيمانية التي أمر الله بها إنما المؤمنون إخوة وأمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا وقال المسلم أخو المسلم فأذن في حدود 3 أيام أما ما زاد على ذلك فإنه يحرم ما زاد على ذلك فإنه يحرم وهذا كما قدمت في المصالح الشخصية وفي الأمور الشخصية والمصالح الدنيوية ونحو ذلك أما إذا كان الهجران يتعلق ببدعة أو فسق فهذا أمره آخر
وهو يشرع بحسب المصلحة، حسب المصلحة الدينية. والهجران في مثل هذا له مقاصد، منها الزجر، منها الزجر أن يهجر ليزجر ويرتدع ويترك بدعته وضلالته. وأيضا يشرع الهجران في مثل هذه الحالة لاتقاء شر بدعته وضلالته وإضراره بمن يلتصق به أو يقترب منه، فيشرع من أجل السلامة، السلامة والوقاية من شره، ويشرع من أجل ردعه وزجره. وهذا أيضا عائد إلى قاعدة الشريعة المعروفة التي جلب المصالح ودرء المفاسد. ولهذا ينظر في هذا الباب، هل الأصلح أن يهجر أو أن أمره قريب، فالأصلح أن يستصلح ويقرب من الخير ويدنى منه. فهذا ينظر فيه إلى قاعدة الشريعة المعروفة في جلب المصالح ودرء المفاسد. أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهذه الآية فيها وجوب المحافظة على هذه الأخوة، وفيها أيضا الحرص على تمتين هذه الأخوة والبعد عن كل ما يضعفها. ولهذا جاء بعدها في آيتين نهى الله عز وجل عن أمور عديدة من الهمز واللمز والسخرية والغيبة وغير ذلك، لأن هذه الأشياء كلها تضعف الأخوة الإيمانية، تضعف الأخوة الإيمانية. فمطلوب من المسلم أن يعمل على فعل كل ما يقوي الأخوة، ومطلوب منه في الوقت نفسه أن يتجنب كل فعل يضعفها. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله: أي والتهاجر والتقاطع خلاف مقتضى الأخوة.